الدكتور سمير صبر تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع ضد أمير مرتضى منصور. أنا مستغرب يعني ليه أمير، يعني أمير ما بطلعش يشتم ولا حاجة. فقال لك ده عن واقعة امتلاكه فيلا في مشروع نيو جيزة قيمتها 50 مليون جنيه ومصري، وقال في الحكم استمرار منه لمكافحة الفساد وتتبع الفاسدين بصفة عامة وأرباب الوظائف العامة بصفة خاصة، وأن المبلغ المبلغ ضده لكونه يشغل منصب المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وبذلك فإن أي جريمة يقترفها تتعلق بالمال العام. فبيسأل السؤال من أين لك هذا يا أمير. قدم برضو بلاغ تاني على موضوع استخدام ذوي الهمم. ذوي الهمم لما جابر الشخص اللي على الكرسي، مش عايز اقول ذوي الاحتياجات الخاصه لان سياده الرئيس بيقول ذوي الهمم، فهنقول زي ما هو بيقول. فانه جابهم وهو بيتكلم بقى على مصطفى مدبولي، ده انا بحب مصطفى مدبولي وانا مش عارف ايه. هو احنا يا عم اللي طلعنا قلنا بعظمه لساننا قدام اعضاء نادي الزمالك، 30,000 من اعضاء نادي الزمالك، يا مصطفى يا مدبولي انت مين ومش عارف ايه وانت كنت حته؟ مش احنا اللي قلنا، انت اللي قلت. عمال تعتذر والدكتور مصطفى مدبولي ما بيقبلش اعتذارك، لكن تستخدم ذوي الهمم في هذا الامر. الدكتور سمير صبر ايضا تقدم ببلاغ الى معالي النائب العام في هذا الاطار، بحيث ان ده لا يصح بالمره وان ده اساءه لذوي الهمم ما ينفعش ان هو يعملها. ودي مش اول مره يستخدم ذوي الهمم في مثل هذه الامور ويسيء اليهم. انت جايبهم ايه يعني؟ يعني جايبهم ايه؟ عيب كده وما ينفعش باي حال من الاحوال ان ده يحصل مع ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات. ومره قبل كده جاب اطفال. يا دكتور سمير صبر اهلا بحضرتك حبيبي. عامل ايه يا دكتوره؟ الحمد لله، وحشني والله. وانت زياده جدا. الله يحفظك يا دكتور. طمنا عليك الاول، انت كان عندك برد وكده؟ الحمد لله زي الفل والله، زي الفل. يمتعك بالف صحه وعافيه. ايه البلاغات بقى اللي انت في مقدم بلاغ انت ضد مرتضى احمد منصور؟ امتى؟ جالي من شويه على الواتس. اللي هم عن ايه وايه؟ طيب ما عشان انا كل يوم بقدم. بلاغ للنائب العام ونيابه الاموال العامه العليا وجهاز الكسب غير المشروع ضد امير مرتضى منصور عن واقعه امتلاكه فيلا في مشروع نيو جيزه قيمتها 50 مليون جنيه. ايوه يا فندم. ايه بقى؟ هو عنده فيلا شاريها هناك ب 50 مليون جنيه. ايوه. وانا جبته من مصروفه. تمام. ايوه دايما مبارك. فانا جبت ورقها. ايوه جبت الورق فعلا. نعم جبت الورق فعلا والمستندات. ما بقدمش بلاغ من غير ورق، والا كانوا شرشحولي في المحاكم. والله يعني في بلاغ؟ يعني في فيلا 58 مليون؟ طب ممكن اتصور جنبها؟ طب انا اديك حاجه حلوه. اتفضل. اطلع على مراسي. الفيلا دلوقتي ب 180 مليون. هلا هلا. 50 متر. ده عنده هو برضه ولا عند اي حد؟ لا لا بتتباع كده في مراسي. والله العظيم. الواد ده لا هو محامي. ولا عمره نزل محكمه. ايوه. فانت جبت دول منين؟ مسروقين، ابوك سرقهم ومداهم لك. لا ما نقدرش نتهم حد بالسرقه يا دكتور سمير. انا مش هتهم حد، انا بقول للجهات انا خدام. الله عليك. المادة 25 بتقول العالم بجريمه وما بلغش بيها هتطلع عين امه. انا علمت بجريمه. ورقها. وانا جاي معاك العقد فعلا يا سمير بيه والحاجات دي؟ يس طبعا. لا والله. والله العظيم. لا لا لا. بص انت على الهوا ولا بره؟ لا انا على الهوا طبعا، ما قايلك على الهوا من الاول. انت حاجات على الهوا؟ لا احنا بنغلط. طيب لا انا قايل لك من الاول احنا على الهوا يا سمير بيه. لا ما قلتليش والله ما اعرف. لا ماشي. انا عمري ما طلبتك الا مع الهوا، ده انا بقول لك انا على الهوا ولحظه افتح المايك. موجود ورقها. والبلاغ اتقدم. وانا النهارده بالليل اخلص المكتب بس وهقدم البلاغ تاني. على كل البناء اللي داخل نادي الزمالك. مع احترامي لنادي الزمالك. ليه الحاجات اللي بالمخالفه؟ جمهور نادي الزمالك عندي ورق موثق. في المخالفات جوه مباني نادي الزمالك واولهم المسجد. المسجد. اثنين حمام السباحه كله مخالفات. والله انا هكتب البلاغ النهارده بالليل وهتلاقيني بعته برضه.
طيب المقدم انت بلغ تاني على استخدامه لذوي الهمم زي ما بيسموهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره شاب نبيل وقيم الاخلاق اللي هو مين بقى؟ هذا المتلفظ هذا الزلنطحي عايز يرتدي رداء المواطن النبيل فبيجيب العيال دي عشان يتاجر بيها ويطلعهم على الشاشات بالمخالفه للقانون ده ممنوع تعليمات الرئيس قبل ان يصدر قانون يجرم طلوع الطفل على شاشات التلفزيون لان دي كرامه انسان وعيشه مواطن. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. انت تطلع لي دول اتنين انا عينت بتاع الدين الشوكي ليه؟ عينته ليه؟ عشان تتمنظر. طيب في اولى من ما انت فاصل 400. لا خلينا مش فاصل. اسمعنا يا استاذ معاذ يعني انا اقول لحضرتك اتفضل يا سمير بيه بتاع الدين الشوكي. في ناس تاني عندها بطاله بتاع الدين الشوكي بيكسب في اليوم 30 جنيه وفي ناس ما بتكسبش ولا مليم. طب ما تعين دول. طب انا هبعت لك دلوقتي 20 بياع دين الشوكي هلمهم لك من عندنا من الازهر هنا وابعتهم لك تعينهم. دي منظرة. كل دي حركات مناظر. برافو عليك. على الشاشة انه بتاع ربنا. الله الله. هو لا بتاع ربنا ولا بني ادم نبيل. ده بيجيب الاطفال يمليهم الفاظ قذرة يطلعوا يقولوها. ده كان بيجيبهم يدعوا علينا. يشتموا المعارضين ليه. ايوه. على المعارضين ليه. الطفل اخليه ينكل بالناس وياخد اخلاقك. صحيح يا استاذ ابو المعاصي. مسلك مرتضى منصور والاساليب الحقيره اللي بيعملها دي ترتب عليها انها بقت لغه جوه المجتمع. صحيح. ترتب عليها ان الضابط واقف بيأدي واجبه في نيابه مصر الجديده. صحيح. تطلع واحده متعلمه ما هو المفروض ان هو متعلم. تطلع واحده يقول لك وكيله نيابه الرئيس ايا كانت وتبر يعني تضربه وتقطع كتفاته. صحيح. وتقول له لفظ جارح. صحيح. عمل ايه؟ ما تحاكم الزفت ده مرتضى منصور. صحيح. اللي عمال يشتم في رئيس مجلس الوزراء. ايوه. رئيس مجلس الوزراء بيمثل البلد. صحيح. يعني انت بيمثل دولة عظيمة كمان. كده. ايوه. عمال تكرش وزير الرياضة، طب ده بيمثل الدولة جاي في افتتاحاتك الوهمية الوهمية. ايوه. روح حل مشاكلك الأول في تجارة العملة. حل مشاكلك في الـ200 اللي هي القضية اللي في الأموال العامة قصدك؟ ايه في الأموال العامة بتاعت تجارة العملة. ما انت قدمت طلب لفتحها تقريبا؟ اتفتح فيها التحقيق تاني، ده فضل من عند ربنا. الحمد لله الحمد لله. حل مشكلة العمارة، العمارة اللي أنت عاملها على الصامت، بنيها على الصامت، كلها مخالفات وكلها كوارث. أنت بيفترض فيك نائب في مجلس النواب. عشان برضو بتحارب الجريمة بتصدر قوانين تحارب الجرائم. أيوة. انت بتصدر قوانين عشان تحمي جرائمك. صحيح. صحيح. حصانة وقعدت لي عملت لي فيها عنتر. صحيح. على كل الناس ومحدش واللي يقل ادبه عليك ولا تروح تقطعه تعمل اللي انت عايزه يقولوا لك سمعا وطاعا يا معالي النائب. صحيح. اللي ادبك عليا اروح يقولوا لي معلش سوري هو عنده حصانة. أيوة. حصانة مين؟ هو كان فاهم ان الحصانه في العماره. أيوة. هو مش قادر يفهم ان القانون مخالفه البناء والكلام ده كله ده يتعلق بالعقار. والحصانه تتعلق بالجثه. ايوه الفرد. أيوة. الحصانه دي عندك انت. أيوة. ان كانت خارج المجلس ده خطا وتطبيق قانوني. أيوة. خاطئ 100%. ايوه فاصبح النهارده ما تيجي تقول لي الحصانه في البشر مش في الحجر. برافو عليك برافو عليك. يعني الحصانه في البشر مش في الحجر. ايوه الله عليك. نهت العماره لانك انت مخالف. والبناء في البشر اهم من البناء في الحجر. الولايه راحت عملت كده. طب ايه الفرق بينها وبينه؟ يعني واحده زي دي ومثلت امام النيابه رغم ان عندها حصانه قضائيه. عادي تشتم في كل الناس وقلت طبعا كل الناس طبعا. يعني عارف ازاي؟ لابد يتحط خلاص انتهى بقى العهد ده وانتهى الاسلوب ده. كلنا امل في سياده القانون والله يا سمير بيه. يا استاذي لما تطلع تقول مصر ما فيهاش راجل
واخد بال حضرتك؟ أي. احنا داخلين في صراع عسكري مع زبط الطين اردوغان، داخلين في نزاعات مش عسكريه مع اثيوبيا، وتقول على قواتنا او على بلدنا ما فيهاش راجل؟ لا ازاي، قواتك كلها رجال، ومصر كلها رجال، مصنع الرجال جيش مصر العظيم، في جيشك ارجل منك وفيها نخوه عنك. عندك حق، عندك حق. ازاي ازاي ده اللي بيحصل؟ ازاي ده كله عمال بيحصل؟ صحيح. بس هي هانت، هي ان شاء الله هانت وقربت، قربت في خلال، خد مني انفراد، اتفضل، ساعات هتتهدى 4 ادوار من العمارة يا راجل، والله العظيم 3. لو اتهدت 4 ادوار دول عزمك على العشاء يا سمير بيه. لا انا مقلقة، شكرا، بس انا بقول لك شكرا. ايه يا بيه؟ شكرا، انا عاوز اتشرف بلقائك وعزمك على العشاء تقول لي شكرا. عايزين نفرح يا سمير بيه ان القانون بيطبق. اذا كنا احنا دلوقتي، انا على يقين تام ان القانون لا يطبق الا على الفقراء والمساكين. عاوزينه يطبق على اصحاب الحصانه والملايين. حاليا ابتدى يطبق على الكل يا رب. عايز اقول لك على حاجه، هسالها لك. اتفضل. كم طلاق حلف مرتضى منصور؟ ماليش علاقه بطلاقاته، هو حر في نفسه. لا انا بسالك. لا كتير قوي، كتير قوي. ممكن واحد يقيم دعوة تفريق بينه وبين مراته؟ لا ده ممكن. ده انا وهتعملها يا سمير بيه؟ يعني هنوصل ان احنا نفرق بيننا؟ لا انا ما عملش كده ابدا. انا عارف انك ما تعملش كده. لما تيجي بقى قدام ربنا وعايز بقى تبقى انسان بتطبق شرع الله، وجب التفريق، لانك عمال تحلف طلاق للنهار وكلها طلاقات كذب. ايوه يبقى دعوه التفريق هتاخد قبول فورا، يعني ما حدش يعمل كده. ولا اخلاقنا ما تسمح لناش بكده. احنا ما انا مرضاش. ايوه برافو عليك. ولا ارضى ان يتعامل معاه كده من اي واحد. برافو عليك يا سمير بيه. هو بيعمل ايه يا بيه؟ احنا بنتكلم في نقطه تخص البلد، تخص المواطن. صحيح صحيح. تخص قاعده المساواه. طب انا رفعت عليه قضيه ببطلان عضو رئاسه لنادي الزمالك. الدستور بيقول كده. ايوه. النائب في مجلس الشعب الماده 103 ان يشغل اي وظيفه اخرى ايا كان. ايوه. لا في مجالس ادارات ولا موظف هنا ولا هنا، على العبره من النص ده ان يتفرغ للعمل النيابي. شكل حاجه يا سمير بيه. الف الف شكر معالي المستشار سمير صبري على هذه الإطلالة القانونية وعلى تبشيره للرأي العام بأنه سوف يتم تطبيق القانون على عمارة مرتضى منصور في شارع أحمد عراب. إن شاء الله. يا رب دايما، يا رب يا رب يا رب. شكرا يا سمير بيه، ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر. وأشكر مشاهدينا. الله يكرمك، ده أنا اللي شكل السادة، ده شرف ليا، ده شرف ليا. تفضل يا سمير بيه، تفضل تفضل تفضل. عاوز وإحنا بنتكلم على ده، وفيما تزعم قناة نادي الزمالك وبعض مذيعيها وبعض ضيوفها أن حالات الكورونا في زيادة، وأن دور الموت، وأن الوفيات، وإن وإن وإن، وهذا أمر لا يتسق أبدا مع الواقع الذي نمر به، والجهود الرائعة التي تبذلها الدولة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. فإن اليوم عقد وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا لبطولة العالم، بطولة العالم لكرة اليد التي ستقام في يناير المقبل، بطولة العالم، يعني العالم كله هيجي هنا، ولسه في قناة تابعة لإعلام المصريين عشان شخص. الضيوف يطلعوا يقول لك دور الموت والحالات بتزيد مش هنلعب كوره، وازاي تلعبوا كوره واحنا لعبنا عشان نكسب النادي الاهلي، واي هطل واي عبط في الجبل واي كلام في اي بدنجان وخلاص، وده امر لا يتسق النهارده.